طول بالك انت التاني روي. شو روي؟ خمس كراسي صرنا ملاقينهم وطلعوا فاضيين، هالكرسي حتما في الورقة. لك مزبوط. شو فتحت الكرسي؟ لك ما قدرت، ابو فهمي حدا بيقدر عليه، لكن الكرسي بذاته. دخيلك يا ابو صياح، دخيلك يا غوار، لك لقولنا طريقة. احسن طريقة منروح نحن الثلاثة لعنده. ايه انت بتقعد بتحلي، ايه وانت بتلهيه وانا بفتح الكرسي. ما بتزبط، ابو فهمي له 10 عيون. لقولنا غير حل. طيب غير حل، منروح نحن الثلاثة. لا انت بتحلي وانت بتلهي وانا بفتح الكرسي. لك شو قلنا عليك؟ بدنا حل تاني، هذا ما بيمشي. لقولنا حل. طيب هلا شو رايك معلمي نروح نشتري وش مثل الوش اللي حاطه للكرسي تبعه ونحطه لهذا الكرسي وناخده نبدله بشي طريقه بشي ملعوب؟ برا على ربك هي مزبوطه. برا على ربك هي مزبوطه. برا على ربي هي مزبوطه. يلا بدي اروح جيب وش. واجي اوام جيب وش عم استناك. اوام نعيمة بابا. الله ينعم عليك، اسلم وديات. دياتك طمني، كيف الشغل عندكم بالمستشفى بابا؟ والله عاهل تمام. عظيم، انت يمكن هنيك باش ممرض ما هيك سيدو؟ طبعا طبعا ولو. شعال الله يهنيك. الله يحفظك. دخلك بدي منك خدمة صغيرة. مأمور. ما يمر عليك ظالم، أنا معي الزايدة. لا 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 لا. وعم تعذبني كلام بسرك كثير، بقى نصحوني إني أعمل لها عملية. تكرم. الله يكرمك. أنت متى ما اعتمدت شرف وأهلا وسهلا. إيه بس بدي تفعلني شوية بابا. تكرم ولو يا أبو فهمي. الله يكرمك. أنا مستعد حكي لك الدكتور يعمل لك خصم. ولا يهمك تطمم ترتاح تمام. عال عال، الله يريح بالك دنيا وآخرة. صحيح على ذكر الراحة. بتعرف إنه هالكرسي هاد مريح تمام بالقعدة؟ طبعا ابي طبعا. شي لذيذ. ايه والله. منين شاري؟ والله سيدي هذا اشتريته من شهرين من واحد قدام المحل مرة، هيك دوار ما له محل. لا 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 لا. يا خسارة. كنت ناوي اشتري واحد مثل حكايته، لأنه الحقيقة مريح تمام. وأنت بتعرف شغلتي بالمستشفى فيها سهر وتعب على طول، ومعلومك ما بحسن نام على التخت. ايه بسيطة أبي، مقدم، خذ الكرسي. ايه كتر خيرك. ما انا وحده، طالما انت اللي حتخدمني بالخصم معلش وحده بوحده ابي. وزباينك على ايش بدهم يقعدوا؟ سيدي بدبر حالي، بجيب واحد من البيت بداله بيمشي الحال. عم تحكي جد؟ والله عن جد، ما بتروح لما تاخده معك. يا سلام. يلا سيدي. ممنونك. ميل. انا عم بستناك بالمستشفى مشان العمليه. ان شاء الله بعد الظهر بكون عندك. يا اهلا وسهلا. مع السلامه. يا الله. عندك لا اله الا الله. هلا عاد متاكد انت انه نفس الوش اللي حطه فهمي؟ اشتريته من عن جار ابو احمد اللي تلني عليه. مزبوط مزبوط، انا بعرفه. طيب والحل هلا كيف اتفقنا؟ امشي انا فاهمك على الطريق. يلا استعيننا ابو صياح. الله يوفقكم، عم بستناكم على نار. فهمي. اهلا وسهلا حسني يا فندي. اهلين اهلين اهلين, أهلين. انا جاي اجدقني، غيرت رايي. يا حلت علينا البركه، ان شاء الله مالك زعلان مني هسا. والله صفنت يا ابو فهمي، انا لقيت انه انت ما عليك حق ابدا. اهلين وسهلين، يا حلت علينا البركات اخي حسني يا فندي. لكن هذا الصاحب ابي ما لسه صاحبه. عجل لي شوي يا ابو فهمي. مو على عيني وراسي. بتعرف بعدين انا كمان فكرت. نعم. قلت لحالي يا ولد يا حسني، الشوارب بضاعة مخلوفة. هذا قولي أبي. ايه وبعدين هيك شوية عم برتاح منهم، كانوا طولانين عم يسدوا علي التنفس. والله عم تحكي جوهر بابا. الله يخلي لي اياك. يعني عليك شو بحبك على صراحتك حسني يا فندي. الله يخليك يا فهمي، مالي عرفان بكره بالشتاء بس تنزل المطر ومديح لي. ولا يهمك، بدك تيجي لعندي ناكل كستنا سوا أبي. ان شاء الله. انا حبيب قلبي. يا روحي. بدي اترجاك رجاء اذا ممكن تسن لي الموس زيادة شوي. تأمر امر. لانه دقني خشنة. على عيني. ايه. على راسي. يا مهون، لا كل فكري يا اخي حسني افندي. ممنونك. يا ميسر يا رب. ولو بدنا نبيض وش حسني افندي اخونا. اسلم لي عينه. ايه
غريبة والله. شو الغريبة أبو فهمي؟ حسني أفندي، ليش أكون شك مغير كتير بابا؟ لك شو حسني أفندي، أنا غوار، شو صاير لعقلك يا أبو فهمي؟ سلامتك. هلا أنت اللي جيت قبل شوية لما حسني أفندي. أنا قوم عن الكرسي، دخل نظري والله، زغ نظري يا جماعة، يمكن ضعفان، حتما أنا تعبان. ما على قلبك شر يا أبو فهمي، سلامتك سلامتك سلامتك. الشلك أخي؟ هذا كله من الزايدة يمكن. أكيد من الزايدة، ما على قلبك هم يا أبو فهمي. عاوني. هات الله يعطيك العافية. أنا عليكم والله. شو رأيك؟ نفتحه ولا نستنى غوار؟ نفتحه، غوار أمين منا. معقول. واقف عندك، أنا مالي أمين من حدا. ليك؟ كلنا سوا. يا عبي الشوم عليك يا غوار، هيك بتحكي؟ تفضل. وعيب عليك تحكي هالحكي. هلا افتحوا. يلا. على مهلك معلم بالسكين لتقطيع المصاري. قيموا الوش القماش أول أنتوا كمان. لك الكرسي مغير معلمي. لك هذا غير كرسي أبو سياح. سندي. ليرة اجت عملية بتتحمل معك نص ساعة دكتور. اي نعم. كتير؟ معلوم كتير. انا بشتغل دام زبون نص ساعة باخذ منه نص ليرة بس. يا ابو فهمي، مع احترامي لصنعة الحلاقة، لا يمكن انه نقيسها بالطب والجراح. ها ليش هي شو رسمال عليك بابا؟ مثلي مثلك. رسمالها غالي كتير علي. اولا انا صرفت مال بتقلي حتى صرت طبيب جراح، وثانياً قضيت 20 سنة بالدراسة وبالجهد المتواصل حتى شفت مثل ما أنا. وبعدين بالإضافة لهالشي كله، أنا رحت 3 سنوات لبلاد برا اختصاص. ها؟ لك أنا بطلع لبلاد برا بعمل اختصاص حلاقة، وبيجي بطلب من الدقن قشة دقن زبون 300 ليرة مثل ما عم تطلب شنابك. لك وبعدين لا تنسى أن مصاريف المستشفى كتيرة. ها؟ والأجهزة تمنها غالي. يا حبيبي شو المصاريف بابا؟ الخوت موجودين والطاولات موجودين، شو صفي ممرضات رواتبهم؟ ما في شيء أبي، بعدين إذا تريد إبرة بنج أنا بجيبها معي حكيم. أبو فهمي هذا مو كلام يا أبو فهمي، شو الحكي؟ شو كلام؟ كثير كلام إني أدفع 300 ليرة بابا إجت عملية ما تتحمل نص ليرة. لفها طول بالك شوي. على كل حال يا أبو فهمي، إذا كنت فقير بتقدر تعمل ورقة فرحان وبتعمل العملية من دون مقابل، من دون ما تدفع شيء ابدا. سيدي انا ما بيطلع لي ورقة فرحان بابا. ليش انا بقى؟ عندي املاك سيدو. عندك املاك؟ نعم. طيب طالما انه عندك املاك والحمد لله ميسور الحال، فما بيجوز انك تحجز، يعني ما بيجوز انه تزاحم الفقير على سريرها اللي بده ينام عليه. لازم تدفع يا ابو فهمي. سيدو انا صحيح عندي املاك، لكن الملك لله سيدو. بسيطة. على كل حال أنا رح بحكي مع زميلي اللي بده يعمل لك العملية. نعم. اللي هو مختص فيها. نعم. ححاكيه على أساس إنه يخصم لك بقدر الإمكان. طيب. مشان خاطرك ومشان خاطر السيد أمين كمان. شفت؟ شكرا دكتور، شكرا كثير. يا سيدي الله يخلينا ياكم، مين إلنا غيركم؟ بس بدي يكون الخصم يكون محرز بابا. بعدين في ناحية بدي لك عليها دخيلة. تفضل. أنا زلمة بخاف من هي غرفة العمليات. مشان خاطري حكي، مشان خاطري تنبه عليهم إنه يبيجوني بأوضتي قبل ما ياخذوني لأوضة العمليات. تكرم تكرم. مشان خاطري. بسيط. بأوضتي دكتور. بيقوطي. تكرم تكرم. شكرا. شكرا حكيم. دخلوا على غرفة غرفة رقم 13. حاضر دكتور. 13 شرد الفهمي. يا منجي يا رب. على 13. يا رب. وبعدين بقى زغ نظري منكم انتوا اثنين والله. اخ يا ابو فهمي بس مشتهي اعرف. ابو صياح. ابو فهمي وين راح يا الكرسي؟ طولوا بالكم طولوا بالكم طولوا بالكم علينا شوي. انا بعتت عبده راح يجيبه مشان بحيلة انه يحلق لي، وبنفهم منه هلا. طيب سيدي الكريم، بعيني شفت الكرسي عند ابو فهمي انا. تفضل. ايه وين صفي عبده؟ السلام عليكم ابن الحلال. وين ابو فهمي؟ ابو فهمي دخل من امبارح عشيه على المستشفى ليعمل العمليه. ولعن يا ساتر يا رب. امشوا راسا يا شباب على المستشفى ليقوم يصير له شيء وياخذ سر الكرسي معه. يلا ابو سياح. الله يطول عمرك، الله يطول عمرك يا ابو فهمي.